تبعا للجهود المبذولة من طرف مؤسسة اتصالات الجزائر في سبيل تحديث وتطوير شبكة انترنت الألياف البصرية وتعميمها على مستوى مختلف مناطق التراب الوطني، شرعت مديرية العمليات لاتصالات الجزائر بعين الدفلة بفتح وكالتها التجارية لغرض تمكين زبائنها من استفادة لخدمة الجيل الرابع. وتحت عناية المدير العملياتي لاتصالات الجزائر عين دفلة بفتح الوكالات التجارية يوم 29 ويوم 30 الجمعة من 8 صباحا إلى غاية 8 مساء، وهذا قصد توفير خدمة الجيل الرابع لسكان ولاية عين دفلة عبر كل الوكالة وكالاتها، وهي وكالة العطاف، وكالة تجارية للعطاف، وكالة تجارية لعين دفلة، وكالة تجارية لخميس مليانة، والوكالة التجارية لمليانة. خدمة الجيل الرابع لاتصالات الجزائر هي متوفرة بكثرة في وكالتنا، فتقدموا لاقتناء هذه الخدمة، وسعر هذه الخدمة هو 4500 دينار للمودم. هذا المودم يوفر شهر مجاني انترنت، سعه الانترنت هي 150 جيجا. ايضا نعلم زمائنا الكرام بتوفر تعبئات من 500 دينار حتى 6500 دينار، كل تعبئه فيها سعه معينه. مثال، تعبئة 1000 دينار فيها 40 جيجا، تعبئة 1500 دينار فيها 150 جيجا، تعبئة 2500 دينار فيها 300 جيجا، زائد مدة الصلاحية هي شهرين. 3500 جيجا فيها سعة 450 جيجا صالحة لثلاث أشهر، وعندك آخر تعبئة هي 6500 جيجا وفيها سعة 1 تيرا وصالحة لمدة 6 أشهر. فتقدموا الوكالات لاقتناء هذه الخدمة في أسرع الآجال، خاصة 29 و30 ديسمبر من هذه السنة، وشكرا. العملية انطلقت في ظروف تنظيمية لقت استحسانا واسعا وتوافد كبير للمواطنين الراغبين في اقتناء جهازهم المفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، قدم سيادتي كزبون هنا في الاتصالات الجزائر، قدم الشكر للمساكن الزبال المستخدمين هنايا اللي راهم عاملين هنا، وتقدم جزيل الشكر ديال شهرين هنا متاخر، وبعد اطلاع على البروموسيون اللي دايرينها تاع الكراجي ان شاء الله يا ربي تكتب ربي ان شاء الله اليوم، قدموا نشروا واحد ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله يعجينا الاعجاب ان شاء الله. ايوا ربي يكون معكم وتقدم جديد الصبر. ايوا لحظه هنا شحال هذا